يستطيع. مصر لديها خطوات رائعة ولديها إمكانيات في زراعة القطن رائعة جدا، وتستطيع. القطن المصري له رواج وله اسمه خارجيا، وتستطيع مصر استغلال هذه الفرصة أيضا. لماذا لا نقوم بتصنيع وإرسال ذلك القطن أيضا وتصنيعه لدول آسيا؟ لماذا لا نفعل عمليات التجارة لهذه الأسواق بين أيضا الدول الإفريقية؟ مصر كجزء أيضا من الكوميسا، وفي عام 2015 لدينا تعاون واتفاقيات أيضا، ولكن ومع هذا التعامل السريع ومن أجل مواجهة تلك التحديات، أنا أرى أن البنية التحتية وعمليات النقل وقد تستغرق أيضا وقتا طويلا لكي تشتري القط من غرب إفريقيا، قد تصل إلى 5 أسابيع، ولكن من سنغافورة يمكن السرعة في إرسال. يجب علينا الإسراع في إيجاد سبل وطرق للمواصلات والنقل من خلال ربط هذه الدول بصورة أسرع.